سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اللي اليوم درتكم وصفه لتطويل الاظافر اقل من اسبوع ان شاء الله. الوصفه اللي متواجده بمكونات في كل منزل، اي منزل دخلتي له غتلقاي هذه المكونات. اليوم مكونات سهله وبسيطه وطبيعيه، ما غادي نحتاجوا فيها لا تعقيدات ولا حتى شي حاجه ان شاء الله. المكونات اللي كتكون من زيت الزيتون، معلقه كبيره زيت الزيتون كما كنشوفوا، نتمنى تكون الصوره واضحه. جوج فصوص ديال الثوم ونص حامضه كما كنشوفوا. انا سبق وحضرت عصرت نص حامضه وحكيت جوج فصوص ديال الثوم، ها هما كما كتشوفوا، وجدتهم. زدت اليوم شويه زيت الزيتون، اللي غادي نزيد قدامكم شويه زيت الزيتون كما كتلاحظوا. كنخلط كلشي مزيان، كنخلطهم وكنشوفوا شي لابغوس نتاع السنان عندنا قديمه، وكنديروها في هذا الخليط وكنحكوا الضفيرات ديالنا مده يوميا مده اسبوع يوميا نهار على نهار، كتلاحظوا الفرق ان شاء الله. كنتمنى الوصفه تعجبكم ودعموني بجيم وبابوني. شكرا.